الو بهنس بيه لو سمحت، انا مرتضى سلموني. مش موجود؟ طب ما تعرفش حضرتك الاقيه فين؟ يكون موجود في فيلا شبرمنت. طيب متشكر. ايوه سعاده الباشا، تحت امرك. من عين يا فندم؟ حاضر، من عينيا يا سعاده الباشا. مع الف سلامه. صباح الخير. اهلا مرتضى بيه. اهلا بيك. عبد الله بيه موجود؟ لا للاسف ما وصلش النهارده. الله، وايه الحكايه؟ هو ما بيجيش الشركه ولا ايه؟ اصل اليومين دول مشغول مع جماعه اجانب شويه. طيب ممكن حضرتك تقول لي الاقيه امتى؟ الاقيه فين؟ اهلا اهلا يا مرتضى. اهلا، تعرف انك وحشني قوي. لو كنت فعلا وحشك زي ما بتقول كنت على الاقل اهتميت وسالت. معلش بس صدقني غصب عني، الشغل اليومين دول واخد حده معايا قوي. اتفضل استريح. ايه اخبارك يا باشا؟ بلغني انك هيصت وانبسطت هناك. عجبتك البت مونيكا؟ بصراحه بقى الصنف الخواجاتي ده يجنن، خصوصا لما يلاقي واحد متع زيك كده. غريبة، مين اللي قالك؟ عزيز لازم يديني تقرير بكل اللي بيحصل هناك. عزيز هنا سيرة يا مرتضى بيه. ألف حمد لله على السلامة. عزيز مش ممكن، أنت ما متش؟ فلا الله ولا فلك يا شيخ، ده أنا لسه حتى ما لقيتش الدنيا. أنا مش فاهم حاجة، انت مش اتضربت بالرصاص قدامي؟ انت ما سمعتش عن حاجه اسمها فيشنك؟ فيشنك؟ يبقى انت اللي اتضربت بالرصاص. عيب عيب يا مرتضى بيه، انا ما هنش عليا ابلغ البوليس يرميك في السجن. روح دلوقتي يا عزيز. يروح فين؟ ده انا هوديكم في داهيه يا حرامية منصور. هدي نفسك يا راجل، لا يجرالك حاجه، فداك مليون بروش. اسكوزني، عن اذنك يا مرتضى بيه، اشوفك في لندن. ياه، أما أنا كنت مغفل بشكل. ولا يهمك، بتحصل مع أحسن الحرامية. بس خدها نصيحة مني، لما تحب تسرق يا شاطر اسرق على يدك. أنا ما سرقتش حاجة، البروش ده ملك أبويا. وأبوك الله يرحمه كان سارقه من مجوهرات الأميرة خديجة. يعني يا حبيبي واحدة بواحدة. قصدك إيه؟ قصدي إن أنا مش عبيط وأهبل زي ما أنت فاكر. أنا كنت عارف إنك أنت ورا عملية سرقة الأوراق دي، مش كده ولا إيه؟ واسطة الخير بقى كده. على العموم أنت يظهر إنك نسيت حاجة مهمة أوي 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 يا بهنس بيه. ألا وهي؟ الأوراق اللي أنت دفعت فيها 30,000 جنيه لواسطة الخير. ليها صور، والصور دي لسه موجودة عندي. يعني بكرة الصبح هتلاقيها منشورة على كل صفحات الجرايد، وساعتها بقى يا حبيبي ما تلومنيش. الله، انت ايه اللي بيضحكك في كلامي ده؟ يا حبيبي انت لسه صغير، صغير قوي. الصور اللي بتتكلم عنها دي وصلتني، وبالأمارة كنت شايلها في الدولاب بتاعك. تحب تشوفها؟ بس الشهادة لله الواد محروس ده طلع شهم قوي. محروس؟ دراعك اليمين اللي سرقني قبل ما يسرقك. محروس؟ مش معقول، مش ممكن. ومش معقول ليه؟ يا عزيزي كلنا لصوص. وبعدين معاك يا سعادة البيه، ما انت كده بقى وتسمعني. اسمعني. هتقول ايه؟ بهنا سأل لي على كل حاجة. الأوراق لسه موجودة، ما تخافش. أنت بتقول ايه؟ هي دي الحقيقة. أنا لما جالي بهنس وطلب مني نسرق الأوراق عشان مصلحتك ما سرقتلوش. كلام ما دخلش مخي، لكن قلت هذا سايره بدل ما يخلي حد تاني يسرقها، فسرقتها. لكن قبل ما أسلمها له صورتها. هي دي الصورة ولا لأ؟ عشان تخش أضرب على طول. هي دي الصورة ولا لأ؟ أنت أجدع حرامي قابلته في حياتي. وأنت إيدك تقيلة قوي. اصل حرامي ما يلعبش على الحرامي. طب ال سليم،
الو، اهلا يا مرتضى. هي ايه الحكايه بالظبط يا حبيبي؟ العب لك لعبه غيرها. الموضوع ده انا خلاص نهيته من زمان. تحب ابعت لك صوره علشان تطمن بنفسك؟ المره دي انا مش عاوز فلوس. انا عاوز البروش. امال انت كنت فاكر ايه يا عبد الله بيه؟ يا عزيزي كلنا لصوص.